منطقة اجى نفس الشخص هذا اللي يدعي انه هو مرجع، فجابه واحد اعرفه كان معتقل وياه، قلت له هذا شنو؟ قال هذا صديق ابني. يابا هذا شبي؟ قال جاي هنا جبنا عمود عزمناه على مود المحرم. قلت له بس هاي؟ قال لا يريد يتزوج، يعني تصور مرجع يدعي المرجعية وفاتح له مكتب ويفتر بالمناطق أيضا مرة زوجوني، يعني شنو هالمستوى هذا؟ حقيقة يعني حقيقة أنا حتى قمت ما أبين، يعني حتى حطيت يدي على وجهي حتى أطلع لينتبه وشوفني ويقول هذا شايفه أو كذا، وأنا كانت تستبعد أن يكون شايفني، ولأن أنا ما كنت لابس عمامة بالمنطقة اللي كنت جاي بدون عمامة. بعدين شفت الناس اللي تصوروا يا دول ناس أكو ناس أميين حتى قرايب يعرفون يقرون، دول أصدقاء. قلت منين أصدقاء؟ قال يعرفهم ويضحك. قلت له شنو هذا؟ قال والله هذا بعد تدري أنت. قلت له هذا هو يدعي أنه هو مرجع، بس يعني دول أولادك منين تعرفوا علي؟ هو أولاده واحد سايق تاكسي. لا ما تزوج ما تزوج. مشكلة يعني مشكلة. احنا حقيقة احيانا نشوف قضايا غريبة عجيبة. كتاب الإلهيات عزيزي كتاب بالعقيدة، كتاب الإلهيات هو كتاب بالعقيدة، وهو من أفضل الكتب، وهو هم كثير من الأحيان كان الحيدري يأخذ من عنده من دون أن ينسب الكلام إليه. هل يوجد مجتهدين شهدوا بعلمية السيد الشيرازي على بقية المراجع؟ أنا ما شفت.